أكد عدد من قيادات لجنة الاعتصام والمجلس العام ومشايخ المهرة أن أبناء المهرة لن يسمحوا بشق نسيجها الاجتماعي مهما كلفهم من ثمن. وخلال الموسع الذي دعا إليه السلطان محمد عبد الله العفرار في مدينة الغيضة، قالت القيادات إن أبناء المهرة قادرون على إفشال كل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضدهم. نتابع المزيد في سياق الاستطلاع التالي. هذا اللي قال التشاوري، الهدف منه الأساسي هو توعية الشباب والشيوخ والعيان إلى المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المهرة في الوقت الحالي. حقيقة نحن يعني مطلعين على بعض التحركات، يعني بعض العناصر مشبوهة داخل المحافظة والتي تدعي إلى إثارة الفوضى وصراعات في المحافظة. ومن هذه التحركات اللي يقوموا فيها يعني من خلال إرسال مندوبين إلى المديريات للتسجيل للتجنيد خارج مؤسسات الدولة، وبالتالي نحن كمجلس عام نهدف إلى أنه الوقوف إلى جانب السلطة يعني خاصة في هذا المجال. لقى ضم جميع الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة والأحزاب والتنظيمات السياسية والكوادر العامة والخاصة والقطاعين النسوي والشبابي من أبناء المهرة في المجلس العام. يأتي ضمن فعاليات المجلس العام والأحزاب والتنظيمات السياسية، كل ذلك يصب في مصلحة هدف واحد، وهو إرسال رسالة عامة إلى المجتمع المحلي واليمني ودولي على أن المحافظة آمنة وهادئة ومستقرة بإذن الله، ولا يتطلب إلا المزيد من الجهد من ناحية أبنائها للناي بها بعيدا عن كل الصراعات السياسية والعسكرية الخارجية. يعقد هذا اللقاء لمناقشة العديد من المواضيع الهامة من التطورات والأحداث والمتغيرات على مستوى الوطن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص. ويأتي هذا اللقاء إلى ما قامت به السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحمد علي ياسر محافظ محافظة، من لقاءات للحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة المهرة. في المكون المجلس العام هو مكون اجتماعي شامل يحتضن حاضنة كبيرة من أبناء المحافظة من الشخصيات والشيوخ والأعيان وأيضا منظمتي الشباب والمرأة. واليوم هذا اللقاء سيناقش العديد من الملفات الخاصة بمحافظة المهرة لتعزيز الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي لأبناء محافظة المهرة. ونقولها بكل صريحة العبارة أن محافظتنا هذه الآمنة، كل من يسعي من الدول الخارجية أو من ماليشيا في المحافظات الأخرى لها نوايا سيئة بجر الفوضى والصراعات إلى هذه المحافظة والخراب، فنحن يدا واحدة متكاتفين مترابطين متلاحمين. وكان اللقاء إيجابي وخرج بعدة مخرجات وبيان خدامي يحث على وحدة الصف والنسيج الاجتماعي لمحافظة المهرة، وكذلك رفض أي فوضى تؤدي إلى انقسام المهرة أو دعوتها إلى الصراع أو التناحر. كذلك يدعو الاجتماع إلى الوقوف إلى السلطة المحلية بمحافظة المهرة في الحفاظ على النظام والأمن بمحافظة المهرة. هذا اللقاء جاء في وقته لأن هناك تدخلات وهناك تجنيد و ملشنة من خارج المحافظة، ونحن ضد هذه الملشنة في حائط الوقت، لأن المحافظة آمنة وبقيادة السلطة المحلية المتمثلة بالشيخ محمد علي ياسر والجهات الأمنية كلها مأمنة المحافظة، ولا نحتاج إلى ملشنة وتجنيد من خارج المحافظة. وشكراً.